أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله
الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين إلا
تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء اكتسبنا واسألوا الله من فضله واسألوا الله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء ولكل جعلنا موالي مما
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها بينهما كان عليما خبيرا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن كدتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله كان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على شهيدا
ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا ولا تو أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والأرض وما طحاها احنا بنشوف الحاجات الحلوه اللي في المناسبات الكبيره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها السماء وما
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
والنبي تغزينا من ضمن الخلفان يا سيدنا الشيخ. الله يكرمك. الله اكبر. الله يكرمك. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما إلى فأو
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام الكتاب لا ريب فيه
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم أيها المستمع الكريم، كنا نستمع من آيات الله البيانات قاتل علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة القاهلية فضيلة القارئ الشحات محمد أنور المقرب لإذاعة التلفزيون العربي. أما الهندسة الصوتية والإذاعة الأهمية والهندسة القابية مع إنارة الباشمهندس حمادة والزحمة. أما الفراشة الحديثة فراشة المعلم محمد مسلم بشبرا اليمن. وشكر الله استعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.